دكتور فادي معلوف، أهلا وسهلا فيك بزحلة تي في. حضرتك مثل ما صار معك خبر مرشح لمهرجان زي إبداع عن أفضل إنجاز طبي. الناس هن اللي بيرشحوا بهالمهرجان وهن اللي اقترحوا اسمك عن هالإنجاز. شو عني لك الموضوع؟ أكيد عني لي كتير، بالنهاية مكافأة من الناس يعني على الجهد الإنسان بيقوم فيه بشغله. بتشكر كل واحد صوت لهالشي. شو أهم الإنجازات اللي قمت فيها بمسيرتك الطبية؟ إذا فيك تعطينا كمان لمحة عنك سريعة، وخاصة الإنجازات اللي صارت معك مؤخراً. لأن إحنا أكتر شيء أكتر إنجاز عملناه هون بزحلي هو إنه فوتنا أول جهاز ليزر لزحلي لعلاج ضعف النظر. كان سنة 2003 أسسنا المركز الكندي للعيون، وكان أول جهاز ليزر للي بيعمل عمليات الليزر والليزك بزحلي وبالبقاع. جانا بال 2006 فتحنا فرقة تانية لنا بالحزمية، ومن سنتين فتحنا فرقة ثالث كمان للمركز الكندي بصيدا. وهول بالمختصر يعني عدا عن العمليات للي زرع الأرنية. أول عملية زرع أرنية عملت كان سنة 96 عملناها، عملتها أنا بزحلي بمستشفى خوري. وهلا في يعني بنشوفك رائد كانت بكتير مواضيع، وهلا كمان عم تكون رائد وسباق بموضوع بفاجئ شوي، هو صح. تغيير لون العين. صح، تغيير لون العين بشكل دائم. هيدي بتصور كانت حلم عند كل العالم، من زمان كانوا يسألوا عنا، وكنا حتى نحن بالنسبة لنا كحكم عيون انه شوي بعيدة عن الواقع. لا حتى من بشهر ايار اول عملية عملتها كان بواحد ايار غيرنا لون العيون من بشكل دايم خلال 10 دقائق. هي انعملت العملية بالمركز الكندي بالحزمية. نعم، خبرنا أكثر كيف تنعمل هالعملية. يعني فينا أكيد عم نشوف الفيديو كيف عم بيتم تطبيقها. شو الآلية يعني بعشر دقائق بتغير لون العين؟ صح، لمدى الحياة. اللي هي 10 دقائق صحيح العملية، بس بدها فحوصات طويلة قبل العملية. لا مش كل واحد بتزبط له، في قياسات خصوصي لازم تكون متوفرة بالعين، بس أغلبية العالم ممكن تزبط له. والحلو بهالعملية إذا واحد عنده ضعف نظر كمان ممكن نعمل له بنفس الوقت، نسحب له ضعف النظر بالليزر ونعمل له هاي العملية للي بنقلها البرايت أوكولر. ليش برايت أوكولر؟ هي شركة أمريكانية، هي للي بتصنع هالإمبلانت، هو نوع من إمبلان له لون معين بنقيل البيشنت قبل ما يعمل العملية في عدة ألوان، منوصله على قياس خصوصي حسب عينه، لأنه مش كل عين عندها نفس القياس. حتى ممكن يكون عنده اليمين شيء والشمال شيء، قياس مش لون. والألوان بنقيها في 8 ألوان بتتراوح بين في اللون الآيس جراي، هيدا أكتر شيء عم نستعمله اللي بيعطي على زرق فاتح، في البيبي بلو، في الأوليف جرين، في السموكي جراي، يعني بين الأزرق والأخضر والجري الرمادي، وفي لون عسلي كمان. يعني هل بتصنفوا هالعملية ضمن عمليات تجميل أو عملية طبية إلى كمان دواعي صحية؟ هي هاي العملية بلشت لدواعي صحية، يعني بلشت للعالم في عندك بعض الأمراض مثل الألبينيس، من اللي بيبقى الواحد بيفقد البيجمان من عينه، يعني بيصير عنده الإيريس، العين بلا لون، بيصير يفوت كمية ضوء كتير قوية على العين وماش بيقدر يطلع على الشمس. بلشت على هالأساس إنه ينعمل له شيء اسمه artificial iris، يعني حدقة اصطناعية لتغطي هالنقص الموجود عنده بالبيجمان. وبلشت تتطور، في عالم عندهم كل عين لونه شكل، في ناس عين خضراء عين بني مثلا. كمان عملت لحتى يصير عنده هالديفو، يعني هالديفو التجميلي الموجود عنده يرجع يتصحح. بعدين طورت لحتى صارت نقدر نستعملها كغرض تجميلي. وكل الاشخاص فيهم يخضعوا لها ولا قلت في قياسات معينه؟ هلا في قياسات معينه، عم بقول لك 90% من الاشخاص فيهم يخضعوا لها، بس في عالم حسب القياسات بننصحهم ما يعملوها. معقول تؤدي لمشاكل؟ ممكن اذا حدا عنده استعداد بارتفاع ضغط العين بنفضل ما يعملها. اذا حدا تبقى عينه صغيره ضيقه من جوا يعني ما بيساعد هيدا الامبلانت، ساعتها نهائيا ما بنعمل له اياها. يعني مثل ما قلت العملية بسيطة ومدتها قصيرة، ولكن لازم يتأكدوا من الفحوصات. بعدين الحلو بهاي العملية إذا صار في أي مشكلة من المشاكل بنرجع بنشيل هالإمبلانت اللي حطيناه وبيرجع كل شيء مثل ما كان. يعني عم نشوف كمان بالصور تغير لون العين، يعني عم نشوف ألوان حلوة كتير حلوة.
حتى الالوان. كيف عم بيكون ردة فعلهم لل يعني اكثر من ما هن متوقعين، لان هن متوقعين انه يحصلوا على لون مثل الكونتاكت لينس، يعني العدسه اللي بيحطوها من برا بين اصطناعي. صح، انه هيدا الهدف فني، لان ما بقى يتحملوا العدسه الليسه، بس يشوفوا بالاخص اللي حواليهم بيتفاجئوا، لانه لون اجمل من الالوان الطبيعيه حتى. طيب اذا شي حدا غير رايه معقول نرجع نرد اللون؟ ايه برجع بشلوا هالامبلانت بيرجع لون عينه مثل ما كان. يعني ايه ما فيها مخاطره او ما هيدا اللي بقوله، انه شو ما بد فينا حتى نغير لون، اذا اليوم عملوا اخضر بعد 5 سنين بده ازرق منشيله ومنحط الازرق. حلو كثير، يعني فعلا انجاز، نهنيك عليه. ميرسي كلك. ما بعرف اذا هلا المشاهدين رح يتشجعوا كمان لحتى يغيروا لون عينهم بشكل دائم وطبيعي. بس بحب اقول لك شغله، انه هيدي العمليه مش بس بلبنان بس عنا تنعمل، حتى بكل المنطقه، وعم بيجينا من شركه هاي برايت اوكيولر من نيويورك، صار من البرازيل جاي لعنا 6 عملها من دول اوروبا، لانه هي عندهم بعد ما بتنعمل. يعني عم بيجي مرضى من غير لبنان لعنا لحتى يعملوها فعلا. يعني لنرجع لمهرجان زي ابداع اللي عم بيعرفنا على كثير انجازات وعم بخلينا نتفاجئ مثل هالابداع او هالانجاز يلي عم بتكونوا فيه، شو رايك بالفكره ككل؟ هل كمان طلعت شوي على المرشحين على انجازاتهم؟ اكيد خليك كمان تتعرف. وانا واسي من انجازاتهم فعلا، يعني اول شيء هالتنقيه المرشحين فعلا بين انه في شغل وراء، مش انه بشكل عشوائي منقيين، لان فعلا بيستاهلوا انه يكونوا ضمن الليستا، وهيدا الشيء بحفز العالم تشتغل لحتى يصير في انجازات. يعني بتصور بالنهايه لمصلحه زحلي واهل المنطقه. هل بدك تدعي الناس ليصوتوا لك لتكون الفائز؟ طبيعي. شو بتقول لهم؟ يصوتوا لي، بعمل لهم ديسكاونت على تغيير لون. كل صوت تغيير لون مش ببلاش. 50%. ميرسي لك دكتور فادي معلوف، نتمنى لك التوفيق، واكيد لقائنا بيتجدد بموعد الحفل بزي ابداع 8 8 الساعه 8. ثانك يو، ميرسي.